اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين معاكم تغطيتنا المستمره لمباراه الحسم ومباراه القمه الاهلي والزمالك في نهائي دوري المحترفين لكره اليد موسم 2021 والتي ستنطلق في تمام الساعه 10 في صاله مجمع الدكتور حسن مصطفى بمدينه السادس من اكتوبر. قبل الفاصل يا كابتن محمد كنا بنتكلم عن حراسه المرمى بالنسبه للنادي الاهلي ونادي الزمالك. يمكن النادي الاهلي عنده ازمه ولكن طه كان عند حسن ظن الجميع. اكيد طبعا طه من اللعيبه الهايلين جدا ليهم مستقبل كويس جدا، بس هي الظروف بس كانت في البدايه من اول ما خلص منتخب الشباب بتاعه وطلع الدرجه الاولى هي كانت الازمه اللي كان قدامه لسه حارس مرمى شاب عصام الطيار، فهي دي اللي حصلت معاه. فالفكره كلها ان هو اثبت ان هو يستحق ان هو يبقى موجود في غياب عصام الطيار. انا بحييه جدا، وانا بصراحه كانت حصلت ما بيني وما بينه مكالمه فعلا بجد انا ما كنتش متخيل. كلمته ليه يا كابتن؟ حسيت ان انت محتاج يعني لا كان لازم اكلمه، كان لازم يحس ان كل الناس في ظهره، كان لازم يحس ان هو فعلا ادى دوره باكمل وجه. بصراحه ما قصرش من اي حاجه، وده واجب علينا ان احنا لازم نبقى في ظهرهم في الفتره دي. انا بصراحه كلمته يعني كنت ما كنتش متخيل ان هو هيبقى في قمه الباور اللي هو موجود فيها، واللي هو عنده الثقه بالظبط، عنده ثقه كويسه جدا بصراحه. وهو وعدني ان شاء الله المباراه دي ان هو هيقاتل لاخر ثانيه في المباراه، وان شاء الله هيبقى اداؤه اعلى من الاداء في المباراه اللي فاتت، وان شاء الله كده ربنا يوفقه، وان شاء الله يعني ربنا يشفي عصام الطيار كده ويبقى موجود مع طه ان شاء الله.